مكملين معكم بلقاءاتنا المباشرة من يوم جديد. اللقاء التالي بيجمعنا بالمعالجة النفسية يارا سنجب. ومع يارا رح نحكي موضوع منشوفه كتير عند الأطفال وهو الكذب عند الأولاد. يارا صباح الخير عبر تطبيق زوم عم بتطل علينا لليوم. بونجور إلي، كيف صحتك؟ منيحة أنت؟ يارا بتخبرك الماما إذا كنت تكذب أنت وصغيرة ولا لا؟ كلنا نكذب نحن وصغار، كلنا قطعنا بهيدي المرحلة. ما هيك كلنا مرقنا بهيدي المرحلة، بس بعدين صرنا نفهم ونفرق بين الكذب اللي بدل على يمكن نفسية ما بعرف كيف، هلا أنت بتوضحي لي أكثر. شو هو الكذب عند الأولاد وأيمتى بنحسه إنه قابل يتطور ليصير في مشكلة ويأثر على هوية الطفل لما بيكبر؟ هلا شوي كنا قطعنا بهيدي المرحلة، لأنه قبل 7 سنين الولد بيكون دماغه عم يتطور، الكونكشنز براسه عم يتطور شوي شوي، وهالشيء بيدفعه إنه يكون بلا قصده أكيد، بس هيدا مثل مرحلة بنموه إنه الخيال عنده بيتطور، وهيدا الشيء كتير أساسي ونحن بنستعمله بيومياتنا بلا ما ننتبه، لنوصل لهون، لنتعلم، لنشتغل، لنخترع هيدي الشغلة، لنعرف هون كيف بدنا نتصرف، هون شو لازم نجاوب، هون شو لازم نرد، هو كلهم بنستعمل فيهم خيالنا تنعرف كيف نتصرف بحياتنا. هذا الخيال بيتطور عند الولد قبل عمر 7 سنين. هو عم يتطور هذا الخيال لأنه الدماغ ما بيكون بعد متكون مثل ما لازم. الولد ما بيعرف يفرق بين الخيال يلي عم يتخيله والواقع يلي هو عايش فيه، فبيخلطهم ببعضهم وبيكون عم بيكذب بلا ما يقصد. وهون مشان هيك ما بنقول كذب بهيدا العمر، بس بنقول انه يمكن مخيله واسعه، تخيل بالواقع بحكي الولد، بس ما بنسميه كذب تا ما يزل لسانه من الاهل ويقولوا للولد انت عم بتكذب، لانه هيدا اتيكيت رح نشوف بعد شوي اذا حملها الولد كيف تمشي معه ممكن كل حياته ويصير يطبق بيومياته. فقبل 7 سنين بتكون هيدي مرحلة كتير طبيعية، وحتى منشوف شيء خيالي ممكن يخترعه الولد، في كتير قصص بيخيالها الولد وبصير يخبرنا اياها قبل عمر 7 سنين. من بعد عمر 7 سنين هون يعني 6 7 تقريبا بيكون الولد عم ببلش يفرق بين الواقع والخيال، بتكون هيدي المرحلة اكتملت عند الولد، وبيكون دماغه قادر صار يفرق بين شو عم يتخيل وشو الواقع تبعه. بهيدي المرحلة يعني من بعد 7 سنين هون بيكون صار يعرف، يعني إذا عم بكذب بيكون عارف إنه عم بكذب، بس بيكون عم بكذب لهدف معين ولأسباب معينة ممكن تكون وراها فينا نشوفها، بس مشان هيك بنفرق بين الكذب بهود المرحلتين. وأكيد في كذب بمراحل متقدمة أكثر على المراهقة أو وقت يكون الشخص راشد، هون بتكون كومبليتلي غير القصة. بس يارا قلت شغلة كثير مهمة، لان صارت يعني حادثه من هيدا النوع واخذوا البنت عند اختصاصي علاج نفسي، قال انه هيدا منه كذب، هيدا قدره على التخيل، بتركب قصه بامها وابوها وبتخليك تصدقي كل التفاصيل، قال لازم نوضح لها حتى يعني بالعكس وما نعمل لها هيدي الصدمه، لان يعني ممكن بالمستقبل ما بعرف شو يطلع منها، هالقد عندها قدرة على الخيال وتنسج يعني سيناريو وحوار وإخراج بشكل دقيق لدرجة الإقناع ولدرجة إنه عدم التصديق، إنه خاصة إذا كان فيها اتهام يمكن لخيا أو لرفيق أو رفيقة بيصدقوا 100%. بس بنفس الوقت كيف لازم نقدر نفرق بين يعني عدم صدمة الولد ما نخليه يفقد القدرة على التخيل، لأن هي بتنشط كتير دماغه وذاكرته بتخليه يبدع، وهلأ صححي لي إذا عم بقول شيء منه دقيق، نعم 100%، إنه يعني كذب وما نستعمل مصطلح الكذب حتى ما يترسخ ويصير شيء مثل مهرب عند الولد ليستعمل أسلوب الكذب. هلا كثير مهم نبلش بمحل انه نعرف انه الكذب بحد ذاته يعني ما ناخذه باهميته هو كتصرف بحد ذاته، نعرف انه هو مثل عارض لشيء ثاني، هو الشيء اللي بيغلف سبب وراه.
فكتير مهم ما نحط حالنا بس بفعل الكذب يلي عم نسمعه من ابننا، نشوف شو التصرف اللي وراه. اذا الولد تحت 7 سنين مهم اكيد ما نذكر له قصه الكذب، فينا نمشي معه شوي بس الى حد ما، بس بمحل نرجع نقول له انه مش يمكن هون هيك زدناها شوي، او مش دخلك شفنا هيك هيك هيك، يعني نرجع نرده للواقع بس مش بطريقه صادمه، بطريقه نحترم له مخيلته ونحترم له لوين وصل بمخيلته بلا ما نكسر له هيدا الشيء، بس كمان نقدر نساعده انه نرده للواقع يلي هو فيه تنساعده يتخطى هيدا المرحله ويصير بمرحله فيها هيك استيعاب اكثر، ومثل اذا بدك هيك تفريق اكثر بين الواقع والخيال. واكيد ما نقول له كذاب، لانه مثل وقت نقول له كذاب مثل وقت نقول له عنيد مثل وقت نقول له سراق بكون تصرف كثير صغير، بس وقت نحط له هيدا الاتيكيت حيخدع. اذا اهلي قالوا انه انا اذا اهلي قالوا انا كذاب، يعني انا عن جد كذاب لانه اهلي ما بيكذبوا، مش معقول يكونوا مغلطين، هن اكثر ناس بيفهموا بنظري، فانا اكيد كذاب، وبصير امشي بهيدا الشيء وبصير اعمل كل شيء كرمال العالم، يعني كرمال هن ما يكونوا كذابين بنظري. اذا فوق 7 سنين فينا نتصرف بغير طريقه، والطريقه الثانيه هي انه نعرف مثل ما قلنا شو في وراء هيدا الكذب. No. ممكن كثير يكون وراء هيدا الكذب في خوف، لانه عاده الاولاد اللي بيكذبوا كثير وبطريقه متكرره بس يجوا لعنا على الكلينيك بنشوف انه هن خايفين من عقاب كثير قاسي، يعني ممكن كثير يكونوا العقابات قاسيين لدرجه يمكن مش جسديا بس يمكن لفظيا، بيكونوا القصاصات قاسيين لدرجه انه الولد يعمل المستحيل تيهرب منهم. ففي بس ممكن هون عفوا يارا بس عند هيدي النقطة تحديدا قلتي لي بعمر 7 سنين هو بيكون صار عارف حاله انه عم بيكذب، مزبوط، من هيك عنده هيدا الخوف من العقاب لان هو مدرك تماما انه خلص هو فات بمجال الكذب. صح، بس برأيه بنظره انه كذب افضل لي من انه اقول الحقيقة بهيدا الوقت، مشان هيك مثلا هون باكزامبل الخوف انه انا افضل لي كذب واهلي ما يعرفوا الحقيقة على اني اكل قصب قاسي. نعم. الخوف هو ممكن يكون سبب، وإذا بدنا نكمل بالأسباب ممكن نشوف إنه الولد كرمال ياخذ اهتمام بيعمل بيكذب مثلا، ممكن مرات الأهل ما بيلفت لهم نظرهم الولد إلا ما يعمل شيء شوي هيك خارج عن الطبيعة، مشان هيك مرات صحيح. ممكن بيكذب، بيصرخ، بيعيط، بيضرب اخته، بيعمل قصص بنفكره عم يستفزنا وعم بنفكره انه عم يعمل شيء ضدنا، بس هو بالواقع عم يعمل شيء تا يلفت النظر ننتبه له، ينال الاهتمام، ننتبه له، نطلع له، نحكي معه. فمرات بالعكس بيكون تا يتقرب منا بيعمل اشياء ضدنا، بس نحن ما بنفهم الاولاد عاده كيف بيفكروا. طيب فكمان هيدا ممكن اذا تطورت هيدي الحاله والاهل ما انتبهوا وصارت مثل اذا بدك خصله او نمط حياه الكذب على كبر، شو ممكن يصير؟ هلا حسب كيف الاهل بيتصرفوا معه ممكن تتطور عن كبر، يعني ممكن هلا مش لحاله، يعني مثل ما قلنا هي عارض صغير من عدة عوارض ممكن يتراكموا سوا تيوصل الشخص لمحل بعدين يمكن يشوف انه هيدي الطريقة الانسب له انه يحل اموره، يمكن اهله يعطوه اللي بده اياه بس وقت يكذب، او يحصل على القصص اللي هو بفكر فيها بس وقت بده يكذب، يحصل بس على الثقة بنفسه بس وقت يكذب، يعني بس نصير نقول له واو وهيك، بس يقلنا مثلا انا رحت مع بي وتصيدت 100 عصفور، بس يكبر بالقصص يلي هو عم يحكي عنها بس بنعطي انتباهنا وبس بياخذ ثقته من حاله من هيدا الشيء، بعدين ممكن يصير يحس انه هيدا السبيل الوحيد لوصل للقصص تبعي. القصص متطوره بعد اكثر واكثر، ممكن يعمل كليبتومانيا، يكون عم يسرق، يوصل ممكن في امراض نفسية ممكن كمان تنجم عن هيدا الموضوع، بس
يعني ما بدي اسمي القصص لانه الكذب لحاله ما ممكن يوصل لهون، نعم بس ممكن يكون مشترك بالموضوع. لافت انه بمرات هيدا الكذب مش ما بيكون سلبي، بالعكس بيكون ايجابي. يعني بمتابعتنا للاولاد يلي عندهم امراض مزمنه كثير بنشوف انه مخيلتهم واسعه وبيستعملوا هيدا المخيله لتحميهم. بالنهايه هن الكانسير او الروماتيزم او حيالله الشيء هن عم بيعانوا منه، هن الشيء مش شايفينه ولا لابسينه ومضطرين يتخيلوه تيعرفوا مع شو عم يتعاملوا. عظيم. انا هون بيخترعوا بوجهه شيء اوكي ثاني طيب اوكي يحميهم ويساعدهم. اوكي تيحسوا حالهم محميين. بس قلتي شغله اليوم، انا عم ببني اسئلتي على كلامك، من هيك عم بضطر اقاطعك لاتوقف عند كل نقطه بنقطتها. شو الفرق بين التفنيص وبين انه الكذب؟ لان قلتي انه بخبر انه رحت على الصيد وعملت وعملت، يمكن ما يكون عامل شيء بس تيوهم الاخر وتيعطي لحاله هيدي الثقه انه تيصير اذا بدك مصدر اهتمام من قبل الاخرين. هون بتختلف يعني نتيجتها السلبيه من انه انسان عم يبهر الخبريه او عم بيعملها كذب من اولها لاخرها. هلا هون ما بترجع بس لقد ايه الولد عم يكذب او لا، بترجع كمان لقد ايه قدرته انه يقنع. يعني مثل الاكزامبل تبع البنت يلي اعطيته من شوي، اكيد مش الكذب لحاله عامل كل الخبريه، ممكن تكون كومبينيشن بين كذب وبتعرف كيف تحكي وتقنع الاشخاص اللي حواليها. يعني بتكون فيها تكون جود كوميونيكيتر، فمشان هيك اكيد الاخصائيين النفسيين بيشجعوا على هذا الشيء بس بنحاوله. يعني نحن كمان بحياتنا اليوميه كتير بنكذب بكتير مرات ولا ما ننتبه، بس بتكون مش كذبة بحد ذاتها لأنه بدنا نكذب وعبالنا هيك مثل الأولاد. لا، بنكون عم نحولها بطريقة أنه تكون لمصلحتنا، لمصلحة المجتمع، لمصلحة القصص كيف لازم تصير. يعني بنكون عم إذا بدك نفنس بطريقة تكون منيحة، تكون منيحة للكل. هلا أكيد ما فينا نسميه كذب قبل 7 سنين لأنه الولد ما بيكون عم يعرف شو عم يعمل. فينا نسميه كذب بس كتير مهم كمان ما نحط ليبل. بس من بعد 7 سنين وخصوصي بمرحلة المراهقة هون الكذب شوي بيكون دقيق، لأنه ممكن المراهق هون يكذب لأسباب مثل إنه مثلا بده يشرب، بده يدخن، بده هيك بلا ما يقنع بحاجة لمصاري مثلا، او مثلا اذا بحاجه لمصاري او حيالله شيء بده يكذب كرمال يوصل له. هون كمان مهم انه نشوف شو السبب اللي ورا اللي عم يخليه يكذب. يعني يمكن نكون حاطين له رولز كثير قاسيين وعم يعمل المستحيل تيكسرهم وما عم يقدر، لانه مهم بمرحله المراهقه يكونوا رولز شوي والقوانين شوي مليابل اكثر مش هالقد رجيل. بالكذب فيكون هيك عم بيهز شوي الرولز يلي محطوطين حواليه ويرجع هيك يعيد السيطره شوي على حياته اذا بدها. بس هيدي بنشوفها يارا بصفوف الشباب، يعني هلا نحن بال 2022 وخاصة الصبايا، يعني بتقلها لأما أنا رايحة أدرس عند رفيقتي شوي، بتلاقيهم بكافيه أو إذا يعني بالليل بنايت كلوب بياخذوا العدة بيغيروا ثيابهم عن بعضهم من منطلق، لأن يمكن الأهل ما بيسمحوا لهم يظهروا لأن خوف الأهل على أبنائهم، وأصلا يعني عدم السماح يدخلوا الملاهي الليلية تحت عمر 18 سنة كمان، هيدا بعرضهم للخطر ولا الملاحقة، كرمال هيك بيتصرفوا بهيدي الطريقة. بس بياخدوا منحة؟ أنا هيدا السؤال، أنه بتصير كسرة أنه زمطناها أنه ما بيعتبروا حالهم عم بيكذبوا، عم بيتحايلوا مثل ما قلت حضرتك ليهربوا من قانون صارم، بس ممكن يصير أسلوب ونمط حياة معتمد ويحسوا أنه كل شيء قادرين يعملوه بهيدي الطريقة. هلا هيدا يعني بمرحلة المراهقة شوي القصص حساسة، بس بتنبنى من الأول للآخر. يعني تنكون وصلنا لمرحلة بالمراهقة ابني عم بكذب علي أو بنتي عم بتكذب علي تتروح تسهر أو تتروح مع رفقاتها أو تتروح لمدري وين، يعني ممكن كثير بمحل يكونوا تكون العلاقة منا مبنية بطريقة متينة بيني وبينه، وألا يعني ممكن كان مبنية على يكون في الصراحة قصدك؟ ايه، يعني ممكن يكون في ثقه اكثر بين الاولاد والاهل ويكونوا، يعني مثلا اذا كذب علي ابني
انا وصغير، او مثلا كان مريض وقال لي انا اجا ديناصور ودافع عني ودفش المرض عني وزاحه، ما نقول له لا مش مزبوط ومش هيك، الدكتور هو اللي عم يدافع والدواء هو اللي عم، لا نمشي معه بالقصة شوي شوي ونقول له ايه مزبوط وفي اشخاص تانيين عم بيساعدوك، يعني نكون عم نمشي معه بالقصة شوي شوي، هيك ما بنكون كل ما قلنا شيل الولد نحن عم نجيبه، كل ما قلنا شيل الولد نحن عم نجيبه، بنبني علاقة سليمة وبنصير بيصير المراهق، بس يصير بعمر المراهقة يتوقع انه انا في الا لامي شو ما كان ما تجي تشبهني، لا تاخذ وتعطي معي بالموضوع اكثر تنوصل انا وياها لحل وسط، يمكن ما اروح اسهر بمحل للساعة 2 بالليل بس راح اسهر ل 12، يعني يكون قادر المراهق يكون واثق باهله لدرجه انه يخبر لهم القصص اللي هو بده اياها نعم ويتوقع انه رد فعل اهله يكون ايجابي معه وهيك شوي متفهم، فمن عمر من العمر الصغير ما يكونوا عم يجابوه بطريقه عنيفة، حتى لو نعم شفناه عم يكذب، يعني حتى لو قالنا انه مثلا اتصيدت 100 عصفور انا وبابا، ما نقول له انت كذاب، من فينا نقول له انه بعرف انه انت عم تقول لي هيدا الشيء تتقول لي انك قوي، انا بعرف انك قوي بلا ما تخبرني هالخبريه، نعم فنكون عم نستبق على الولد نفهم عليه شو بده تنبني علاقه متينه يوصلنا لعمر المراهقه ويكون في ثقه بيننا وبينه يخبرنا شو ما كان. وهيدا عنصر اساسي ومهم يعني بين علاقه الاهل واولادهم. يارا بعد معي حوالي الدقيقتين، رح اتركك توصل الفكره اللي يعني بعد ما وصلتيها وعبالك تتركيها زواده عند الاهل، لان اليوم بعضهم كمان باجازه لمناسبه الاعياد وهن اولادهم يمكن يكونوا عم يحضرونا، نبعث لهم تحيه كثير كبيره اكيد. شو بتقولي بهالدقيقتين يارا سنجب كمعالجه نفسيه ومتابعه على كثير حالات من هالنوع بيقصدوكم على عياداتكم الخاصه؟ مهم انه من عمر الصغر مثل ما قلنا شوي ما نشبه اولادنا، نشجعهم على الحقيقه، نشجعهم يقولوا الحقيقه، نكافئهم وقت يقولوا الحقيقه، بس يعني افضل نكافئهم وقت يقولوا الحقيقه من وقت نقصصهم وقت يقولوا القصص الكاذبه، ونعرف نفرق، يعني ما نحط حالنا بس بالكذبه، نشوف على طول شو اللي في وراها، بده الولد ياخذ كونفيانس اكثر، بده الولد شيء مني عم بيقول لي هيك، بدي اجيب له شيء معين وما عم جيب له اياه الا ما يكذب، شو عايز الولد، ما ناخذ الكذبه بحد ذاتها، على طول نشوف شو قاصد الولد من هذا التصرف، شو في من وراء هذا التصرف، نعم نشجع على الحقيقه، نعطي مكافآت وقت الولد يرجع يقول الحقيقه ويرجع هيك يزبط بحديثه، ونكون متساهلين شوي مع اولادنا تما يكونوا عم بيخافوا يقولوا لنا الحقيقه، لانه هيدا من اكثر الاشياء يلي بتخلي الولد انه ما يحكي الحقيقه، يكون خايف، فما نخلي في خوف بهيدي العلاقة، علاقة الأهل والولاد علاقة كتير حلوة، نستفيد منها بطريقة نعم إيجابية ونشجع أولادنا أنه يقولوا الحقيقة ونكون عم نرد عليهم بطريقة إيجابية مش بخوف. تسمحي لي اقول فكره يارا، أكيد. يعني ما عم بتعدى على اختصاصك بس هيك قد ما بنشوف حالات وبنسمع اخبار، وبتعرف العمر في تراكم خبرات، على الاهل لما يكونوا عم يخلقوا هيدا الحوار بينهم وبين اولادهم اذا حسون عم بيكذبوا بدهم ياخذوا منهم الحقيقه، الولد بيكون خايفين بيقول لها بس ما بتضربيني، بتقول له لا ما بضربك، بمجرد بتقول له الحقيقه بتلاقي الكف ناولته اياه، هيدا الشيء بخليه يفقد الثقة ان انت وعدتيني انه ما رح تضربيني او ما رح تعاقبيني، ليش لما خبرتك الحقيقة عاقبتيني؟ كرمال هيك يعني بصير في عنا كمان هروب من الحقيقة، شو تعليقك هيك بفكرة سريعة اذا بتريدي؟ بدنا نعرف انه كيف بيشوفنا قبلنا هو رح يشوف في المجتمع بعدين، اذا ما يعني اذا بالطريقه اللي انا عم بحكي فيها خليته ما يوثق فيي، مهم اعرف بعدين انه هو ما رح يوثق بالعالم، ما رح يوثق بالمجتمع تبعه، لهالدرجة ممكن يعني اكيد، فممكن يصير يعمل تصرفات ويعمل قصص عن قلة ثقة بكل المجتمع تبعه، ونعرف قد هذا الشيء ممكن يودي ل مثل عنف بقلب المجتمع، نعم ممكن يودي لمشاكل بعلاقاته العاطفية بعدين لأنه ما في ثقة بشريكه أو بشريكته، كلهم من وراء إنه ماما قالت لي شيء وتصرفت عكسه، غير أكيد العنف بحد ذاته قد هو طبعا شيء ثقيل. هلا
سؤال انه بقول لك هيك ما تضربيني اوريدي، هيك فيها مشكله يعني اوريدي الولد خايف لدرجه انه عارف مسبقا انه في كثير عنف رح يكون متوجه ضده، فكثير مهم ننتبه لهول القصص. يعني على الاهل انه يلعبوا هيدا الدور اللي حكيتي عنه ويبنوا هيك صداقه وفتره هيك اذا بدك تسامح بينهم وبين اولادهم، مش دائما في عقاب. شكرا لك المعالجه النفسيه يارا سنجاب، بنشوفك بلقاءات جديده من يوم جديد. مشاهدينا اطلالتي لليوم بتخلص، بيبقى في اطلاله اخيره للزميله سحر مع ضيفه، رح اعطيكم موعد جديد لإلي ولسحر نهار الجمعه ب6 ايار ونهار الاحد ب8 ايار لمواكبه انتخابات الانتشار المقترعين اللبنانيين اللي تسجلوا بالخارج. نهار الجمعه للدول العربيه وكل الدول اللي بتعتمد نهار الجمعه هو نهار عطله للجميع، وأيضا نهار الأحد دولة الإمارات العربية وباقي الدول اللي بتعتمد الأحد هو يوم عطلة ونهاية الأسبوع. كرمال هيك بدعيكم بكثافة، تعرفوا مين تختاروا وتختاروا صح، تتواصلوا مع كل الأشخاص، تساعدوا بعضكم إذا حدا ناقصوا أي شيء بعد ما عارف وين لازم يقترع. طبعا عم بيكون في تواصل مع لبنان المقيم ولبنان المنتشر لتكون العملية عملية الاقتراع ميشوبة أي شيء وما يكون في أي نقص أو أي أخطاء تذكر، لأن أصواتكم مثل ما هي مهمة بالداخل لتعرفوا تنتخبوا صح، لازم أصواتكم أيضا تكون ندارية مدارة بالاغتراب حتى كمان توصل لصناديق الاقتراع ويكون صوتكم صح. كرمال هيك نحن بندعيكم لتواكبونا، وطبعا زملائنا باسم الاخبار بزودوكم اكثر بتفاصيل هالعمليه الانتخابيه اللي رح بتصير ب6 الشهر ب8 الشهر. انا بودعكم، بلتقى فيكم الجمعه صباحا باذن الله من هلا لوقت، تنتبهوا على حالكم. سحر بطل عليكم بعد الفاصل بلقاء الاخير من يوم جديد.